لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم وتحدى ظروفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. هبدا مع حضراتكم النهارده حلقتنا سريعا جدا لان انا واقف في مكان انا واثق ان كل مصري غيور على بلده يتمنى يكون واقف مكاني ويشوف العظمه اللي احنا شايفينها. اللي انا واقف عنده ده مفيد توشكا. هذه هي المياه الزائده عن حاجه بحيره ناصر. المياه دي امتدت لحوالي 1000 كيلو امتلأت بحيرات مفيد توشكا عن بكرة أبيها حتى مفيد باريس في قلب الوادي الجديد. تخيلوا حضراتكم امتداد هذه المياه. مليارات الأمطار من المياه العذبة القادمة إلى مصر يتم تخزينها بشكل سليم جدا. مصر بيدير فيها ملف المياه عبقرة بجد واستعدوا بشكل كامل لاستقبال المياه القادمة والزائدة عن بحيرة ناصر. المفروض أن هذا المفيد يتزرع حواليه مئات الآلاف من الأفدنة من أول أسوان مروراً بتوشكا وحتى الوادي الجديد. نصرة ما بعدها نصرة. مصر محفوظة ولا أحد يمكن أن يتخيل أن يصيب مصر الجفاف في يوم من الأيام. واللي ورايا ده خير شاهد. ده مفيد توشكا نواقل المياه اللي بتنقل المية بطول 1000 كيلو حتى مفيد باريس في قلب الوادي الجديد. النهاردة احنا موجودين في مشروع توشكا وهنزور مشروع شركة الزهرة ودي واحدة من أكبر شركات العالم التي تعمل في القطاع الزراعي. بتزرع في مصر ما يقرب من 55,400 فدان موزعة ما بين توشكا وشرق العوينات وأيضا منطقة الصلحية. في توشكا المشروع اللي هنزوره النهاردة في 37,400 فدان تم زراعتها بالكامل. من خلال هذه المشروعات وردت شركة الزهرة حوالي 80,000 طن من الأقماح في الموسم الماضي. الأقماح المحلية كمان وردت حوالي 200,000 فدان من رومانيا زرعاها في جزيرة كاملة بتزرعها شركة الزهرة باستثمارات إماراتية. زي ما حضراتكم عارفين شركة الزهرة هي شركة مملوكة لحكومة أبو ظبي. إذن هي شركة عربية قدرت أنها تبقى شركة عالمية وتنفذ باقتدار تجربة الزراعة خارج الحدود. هي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي لحوالي 25 دولة تزرع بها أراضيها وأيضا تساهم بقوة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة الإمارات. أيضا في مصر هي تشارك بقوة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر. خلي بال حضراتكم في اتفاق عظيم جدا ما بين مصر والإمارات والأردن والبحرين على تحقيق الأمن الغذائي وخصصوا لهذا الاتفاق ما يقرب من 10 مليارات دولار. مصر لها نصيب كبير من هذه المليارات وستدخل من خلال شركة الزهرة الإماراتية للتوسع في استصلاح الأراضي. إذن هي شركة تستحق هذه الزيارة. النهاردة هنزور مشروع توشكا وبكرة هنزور موقع الزهرة في شرق العوينات. هنقابل جدعنا اللي استلموا هذه المشروعات من الخبراء الأجانب وحولوها من الخسارة إلى المكسب. هؤلاء هم شباب مصر. الشركة بالكامل النهاردة بتدار من خلال خبراء مصريين. قصص نجاح مهولة في شركة الزهرة سواء في توشكا أو شرق العوينات أو الصلحية. هسيب حضراتكم دلوقتي تستمتعوا بهذا المشهد العظيم والفريد من نوعه قبل ما نبدأ رحلتنا النهاردة في توشكا وشرق العوينات في أراضي شركة الزهرة الإماراتية المصرية. خليكم معنا. تشاهدون في حلقة اليوم فريق الجدعان في مشروع توشكا العملاق بأقصى جنوب مصر حيث يزور
أراضي شركة الزهرة الإماراتية المملوكة لحكومة أبو ظبي وصندوق الإي دي كيو التمويلي، والتي تعد من أضخم شركات العالم الزراعية وتعمل في 25 دولة بإجمالي مساحات تجاوزت 500,000 فدان. فريق الجدعان يلتقي كتيبة العمل من خبراء الزراعة المصريين الذين ينفذون أعمال الاستصلاح والاستزراع بشركة الزهرة الإماراتية بتوشكا، وذلك بأحدث معدات في العالم، كما يديرون واحدة من أضخم محطات الطاقة الشمسية في مصر. الآن تشاهدون فريق الجدعان في مشروع تشكا العملاق بأقصى جنوب مصر، حيث يزور أراضي شركة الزهرة الإماراتية المملوكة لحكومة أبو ظبي وصندوق الإي دي كيو التمويلي، والتي تعد من أضخم شركات العالم الزراعية وتعمل في 25 دولة بإجمالي مساحات تجاوزت 500,000 فدان. مشروع تشكا من أضخم المشروعات الزراعية على الإطلاق في أقصى جنوب مصر، وفي أضخم بنية أساسية وقومية اتنفذت في مشروع زراعي على مستوى العالم، سواء في الترع أو محطات رفع المياه أو محطات الطاقة الكهربائية أو الشمسية أو الطرق. وكفاية إن أراضي المشروع بتتروي بالكامل من مياه النيل. من هنا اتقدمت شركة الزهرة الإماراتية لاستصلاح واستزراع حوالي 100,000 فدان من أراضي المشروع على مراحل، واشترطت مصر الانتهاء من كل مرحلة وإثبات الجدية قبل منح شركة الزهرة المرحلة اللي بعدها. وبالفعل بدأت شركة الزهرة سنة 2012 عمليات إنشاء ترعة الزهرة بطول 9 كيلومتر باستثمارات 67 مليون جنيه ده وقتها لري أراضيها، وهي متفرعة من فرع 3 المائي المأخوذ من ترعة الشيخ زايد آل نهيان الرئيسية بمشروع تشكا بطول 60 كيلومتر، واللي تنفذت بحوالي 1.5 مليار جنيه، منها حوالي 100 مليون دولار من الشيخ زايد حبيب مصر والمصريين عليه رحمة الله. وفي شهر يونيو 2016 تحديداً انطلقت المياه لأول مرة في ترعة شركة الزهرة الإماراتية، وبدأت أعمال الاستصلاح والاستزراع في ملحمة حقيقية، وبلغت إجمالي المساحات المزروعة خلال سنتين حوالي 37,400 فدان، منها 29,000 فدان بأجهزة الري المحوري العملاقة، وكلها بتدار بأحدث معدات زراعية في العالم وبتكنولوجيا متقدمة جدا في التحكم عن بعد في كامل المشروع بأجهزته ومعداته، ونجحوا في إزالة أطنان من الصخور في قلب أراضي المشروع. كمان أسست شركة الزهرة مدينة متكاملة للعمالة والمهندسين، وفندق ولا فنادق الإمارات للإدارة والخبراء الأجانب والقيادات في قطاعات المشروع، ورحل الخبراء الأجانب تشكا صعب عليهم، وتولى إدارة المشروع خبرات مصرية قديرة، ونجحت في تحويله لواحد من أكبر مشروعات الأمن الغذائي لمصر والإمارات، وتركزت زراعات المشروع في القمح والذرة والشعير والبرسيم الحجازي. أما شركة الزهرة الزراعية فهي واحدة من أضخم الشركات الزراعية في العالم، لأنها نجحت في استصلاح واستزراع حوالي 500,000 فدان في 25 دولة بقارات العالم، وأبرزها مصر ورومانيا وأسبانيا وصربيا وأمريكا وأستراليا. وهي تأسست سنة 2006، ومؤسسها هو سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الزفرة التابعة لإمارة أبو ظبي، وبيشارك في شركة الزهرة الإماراتية بنسبة 50% صندوق الإي دي كيو المالي الأضخم عربيا، وهو تابع لحكومة أبو ظبي، وهي بتطبق فكرة الزراعة خارج الحدود لتحقيق الأمن الغذائي العربي وتنويع مصادر الغذاء واستدامتها على مدار العام. دلوقتي احنا في قلب
أراضي مشروع الزهرة الإماراتية في توشكا اللي مساحته 37,400 فدان. تعالوا في البداية نقابل الدكتور سليمان النعيمي، العضو المنتدب لشركة الزهرة في مصر وأفريقيا والرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي في شركة الزهرة بالإمارات. وخلي بال حضراتكم اللقاء ده بعد حوالي 24 ساعة من الجولات في أراضي مشروع توشكا. أنا عايز أسمع الناس الحكاية من البداية، حكاية هذا المشروع اللي بدأ من تفكير نحن نستثمر في جمهورية مصر العربية، ومدى أهمية هذا الاستثمار لدولة الإمارات ولمصر. بداية هذا المشروع تمت في 2008 بعد الانتهاء من قناة الشيخ زايد، تم تخصيص فرع رقم 3 لشركة الظاهرة. بدأنا في ذلك الوقت حقيقة في عملية مسح شامل لمئة ألف فدان بالأرض، ثم كان الاتفاق مع الحكومة أن نبدأ كمراحل لهذه الأرض. تم إطلاق المياه في شهر 8 2016. تمام. بدأنا حقيقة في المرحلة الأولى اللي هي 37,400 فدان، تم زراعة الأرض بالكامل، ثم طالبنا بتسجيل المرحلة الأولى لأن لا يحق لك الانتقال للمرحلة الثانية إلا بعد الانتهاء من تسجيل المرحلة الأولى وإثبات الجدية بالكامل. وإثبات الجدية في هذا المشروع. لله الحمد تم الانتهاء وتقديم الأوراق في 2018 بأن المشروع جاهز تماما للتسجيل. تمت هذه الفترة لغاية اليوم لم يتم التسجيل، وفوجئنا حقيقة في 2019 أو نهاية 2019 مع بداية 2020 بتم سحب باقي 100,000 فدان بدون أي إخطار للشركة وبدون علم تماما. تمت مخاطبة جميع الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية، ولكن للأسف الشديد لم نأتي إلى رد واحد ما هو سبب سحب هذه الأرض من شركتهم. بالمناسبة الدكتور سليمان النعيمي، العضو المنتدب لشركة الزهرة في مصر وأفريقيا والرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي في شركة الزهرة بالإمارات، تخرج في كلية العلوم الزراعية بجامعة الإمارات وحصل على الماجستير والدكتوراه في جامعة سنترال كوينزلاند في تخصص الإدارة والقيادة، وانضم لشركة الزهرة الإماراتية سنة 2010 وتولى منصب مدير عام شركة الزهرة في مصر، وبعدها منصب العضو المنتدب للزهرة في مصر وأفريقيا والرئاسة التنفيذية للقطاع الحكومي في شركة الزهرة على مستوى العالم. ودايماً بيردد مقولة الشيخ زايد آل نهيان عليه رحمة الله: أعطوني زراعة أعطيكم حضارة. طيب احنا دلوقتي عندنا اتفاق مهم جداً ما بين دولة مصر والإمارات والبحرين والأردن على ضخ 10 مليارات دولار بغرض تحقيق الأمن الغذائي لشعوب هذه الدول. شركة الزهرة تم الاتفاق أنها يتم ضخ فيها مبلغ ضخم جدا من هذه الاتفاقية اللي هي 10 مليار دولار لمصر من خلال شركة الزهرة للاستثمار الزراعي. هنتحرك إزاي؟ هنعمل إيه؟ طبعا شركة الزهرة هي من أكبر الشركات المساهمة في هذا المشروع، خاصة في مشروع الأمن الغذائي لهذه الدول. هذا المبلغ خصص للتصنيع الغذائي والأمن الغذائي، وكذلك أيضا الصناعات الطبية والصناعات الأخرى. ونحن حقيقة يعني عندنا خطة واضحة تماما وجاهزة الخطة للتنفيذ في جمهورية مصر العربية وفي مناطق محددة حقيقة من ضمنها منطقة توشكا ومن ضمنها مناطق أخرى أيضا. ونتمنى إن شاء الله أن يرى هذا مشروع النور بأسرع وقت ممكن حتى نستطيع أن نبدأ كأول شركة تبدأ في جمهورية مصر، ونحن كشركة حقيقة كدراسات جاهزين تماما بهذا المشروع. دكتور هنتحرك مع بعض، أنا عايز الناس تتفرج على المشروع وتسمع مننا التحديات اللي كنا بنواجهها وزي تغلبنا عليها، وبشكرك على الزيارة. أنا حقيقة أشكرك وأشكر جميع الفريق اللي وصلوا إلى الشركة، ونحن على استعداد لاستقبال هذا الفريق في أي دولة أخرى أنت ترونها مناسبة في أي مكان وفي أي وقت. خلي بال حضراتكم مشروع الزهرة في توشكا في النهاردة حوالي 181 جهاز ري محوري، وكلهم اشتغلوا في الفترة ما بين 2016 و2018، وبتتزرع النهاردة بالذرة والقمح والفول الصويا والبرسيم الحجازي والبطاطس والشعير وبنجر السكر والفول السوداني. وفي تجربة عظيمة جدا للأرز الجاف بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، وبالمناسبة أجهزة الري المحوري العملاقة بتغطي لوحدها حوالي 29,000 فدان من إجمالي 37,400 فدان تابعين لشركة الزهرة في توشكا،
وده اللي شفناه في جولة مع الدكتور سليمان النعيمي العضو المنتدب لشركة الزهرة في مصر وأفريقيا. المشهد بديع، مشهد بديع، كلها أجهزة ري محوري شغالة، مساحات ضخمة مزروعة، المية تروي العطشان، أنا حاجة تحفة يعني. إيه كل أجهزة دي شغال على إيه؟ الحمد لله، يعني هذه الأجهزة كلها حاولنا نستغلها في الموسم الصيفي بزراعات زارعين الحمد لله الذرة بكميات ضخمة. زارعين دكتور، احنا بنستورد الذرة بحوالي 2 مليار دولار، محتاجين الذرة ده. والله الذرة هذه تم زراعتها للسوق المصري وتم التعاقد مع شركات محلية الحمد لله، وإن شاء الله النتائج راح تطلع، وإن شاء الله بتطلع النتائج بتكون طيبة إن شاء الله في المستقبل. هنا أحب أضيف نقطة، أن نحن اليوم في أرض توشكا بدينا في زراعة محصول الأرز، هذه تجربة مع حقيقة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لزراعة الأرز في المناطق القاحلة. إذا نجحت هذه التجربة وإن شاء الله الحمد لله الأمور رايحة بشكل طيب، هذا راح يعطينا انطباع جدا قوي ويعطينا انطباع الحمد لله أن نستطيع أن نزرع الأرز في هذه المناطق القاحلة والمناطق الصحراوية، بغض النظر عن الفكرة اللي كانت سائدة بأن الرز يزرع بالغمر. البطاطس خبرها ايه؟ البطاطس ان شاء الله راح يكون لها دور، والسنه الماضيه نحن زرعنا بطاطس في توشكا وكانت النتائج حقيقه مبهره، وصلنا الى حدود 24 طن للفدان انتاج البطاطس. استعدادات القمح والحمد لله مستعدين بشكل، السنه اللي فاتت قد ايه؟ 80,000 طن. نعم. السنه الجايه عايزين الضعف ان شاء الله. ان شاء الله بتعاون الجهود ان شاء الله راح يكون ان شاء الله مساهمه شركه الظاهره في القمح مساهمه اكبر من السنه، وكل سنه الحمد لله نحن نورد كميات اكبر، وهذا طبعا وعد لشركه الظاهره بانها تلبي احتياجات الامن الغذائي بالنسبه لجمهوريه مصر. المتخللات ما بين اجهزه الري المحوري، المساحات اللي فاضيه ما بين الدوائر دي مساحات ضخمه. نعم. عايزين نستغلها. أنا مش مبسوط وهي كده الحقيقة. نحن عملنا دراسة، قدرت المساحة كاملة حقيقة في حدود 4500 فدان، نحن راح نزرع يعني أصناف مختلفة وعاملين تجارب لزراعة أصناف مختلفة من الفواكه، نتائجها جدا طيبة. لدينا فكرة لزراعة بعض النباتات الصحراوية في مناطق معينة، وراح نعمل محمية طبيعية بالنسبة لبعض الحيوانات البرية اللي موجودة في هذه المنطقة. خلي بال حضرتكم، تبني القمح الذهب حاجة مبهرة، سواء في توشكا أو شرق العوينات، مكبوسة ومرصوصة كشاهد على قصة نجاح محترمة في زراعة القمح في مساحات تجاوزت 20,000 فدان، وبإنتاجية تجاوزت 25 أردب في الفدان الواحد. وبالمناسبة، إجمالي اللي وردوه لمطاحن وزارة التموين في الصعيد تجاوز 80,000 طن، وبجد لازم زراعة القمح تبقى إلزامية على الجميع سنوياً. القمح خير وتبنه فلوس محترمة، ودول كثير تتمناه، وبسعر ما يقلش عن 180 دولار للطن. تخيلوا. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان يلتقي كتيبة العمل من خبراء الزراعة المصريين الذين ينفذون أعمال الاستصلاح والاستزراع بشركة الزهرة الإماراتية بتوشكا، وذلك بأحدث معدات في العالم، كما يديرون واحدة من أضخم محطات الطاقة الشمسية في مصر. الآن تشاهدون فريق الجدعان يلتقي كتيبة العمل من خبراء الزراعة المصريين الذين ينفذون أعمال الاستصلاح والاستزراع بشركة الزهرة الإماراتية بتوشكا، وذلك بأحدث معدات في العالم، كما يديرون واحدة من أضخم محطات الطاقة الشمسية في مصر. لسه مع حضراتكم مكملين جولتنا في أراضي شركة الزهرة الإماراتية في منطقة توشكا. شركة الزهرة الإماراتية اعتمدت في بداية تواجدها في توشكا على خبراء أجانب من روسيا وإنجلترا وجنوب أفريقيا، وبجد ما قدروش ينهضوا بالمشروع ولا يواجهوا تحدياته، وتعرضت لخسائر فادحة على أيديهم، وكانت الحسنة الوحيدة هي تدريب بعض أولادنا على الميكنة الحديثة
لغاية ما استلم المشروع فريق من المهندسين الزراعيين المصريين بقيادة المهندس الفز عصام يوسف، رجل هادي وهو مدير مشروع الزهرة في توشكا حاليا، وانضم للزهرة من حوالي 15 سنة، وهو تخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة سنة 2003، وطبعا زار كل مشروعات الزهرة الزراعية في العالم، وبجد قلب المشروع رأسا على عقب. ركزوا معاه. اللي أنا شايفه بينم عن عبقرية كبيرة جدا في الزراعة، وخصوصا أن عرفت أن حضرتك استلمت المشروع من خبراء عالميين وكان المشروع على أيديهم بيحقق خسائر. بالقدرة المصرية والخبرة المصرية والعمالة المصرية تحول مشروع الزهرة لواحد من أكبر مشروعات العالم الزراعية مع كل أسانيد النجاح. الحمد لله. خططت ازاي؟ بدايتنا في شرق العوينات، وكان برضو مشروع شرق العوينات في بدايته، يعني طبعا كان في شركات طبعا عملاقه شغاله، بس احنا الحمد لله ساهمنا في تطوير منطقه شرق العوينات عن طريق شركه الزهره الزراعيه، والحمد لله احنا بنحقق في كل معظم او كل المحاصيل اللي احنا بنشتغلها بنترجت ان احنا ناخد اعلى انتاجيه في وحده المساحه للمحصول اللي احنا بنزرعه. زي ما حضرتك شفت في المشروع احنا عندنا ذره وعندنا باقي المحاصيل اللي موجوده. بالنسبه لمحصول القمح الحمد لله احنا التارجت بتاعنا ما بيقلش الحمد لله عن 24 أردب للفدان. الله أكبر. اللي هو بيزيد عن 3.5 طن، في هو 4 طن كمان في بعض الأوقات كتير جدا. إن شاء الله المستهدف السنة الجاية في الموسم الشتوي اللي جاي في محصول القمح إن شاء الله نزرع لا يقل عن 12,000 فدان قمح هنا. فشركة الزهرة الحمد لله عالميا هو نموذج بيتكرر في كل دول العالم. كل دول العالم نفس المباني، نفس الشياكة، نفس الزراعة، نفس المعدات. طبعا زي ما حضرتك شفت نفس التكنولوجيا كلها بتطبق في كل دول العالم. بالأخص احنا كل اي تكنولوجيا بتظهر حديثا في المجال الزراعي بندخلها للمشاريع بصفة عامة. خلي بال حضراتكم، زراعة اراضي توشكا مش سهلة، ده تحدي كبير جدا حتى ولو بتتزرع بمية النيل. اولا ملوحة التربة مرتفعة، وبالتالي لازم غسلها عدة مرات، يعني تشغيل أجهزة الري المحوري في الأرض لمجرد إزالة الملح والفترات طويلة. كمان قلوية التربة مرتفعة عن أراضينا العادية، إحنا في مصر معدلتنا من 7.5 ل8.5 قلوية، توشكا من 8.5 ل9.5، وبالتالي لازم التعامل بالأسمدة الحامضية للتعامل معها. كمان صرف الأراضي سيء جدا، وده معناه إن الأراضي هتطبل وتفضل فيها المية بتاعة الري وتظهر على سطح التربة وتدمر أي زرع. وبالتالي استخدموا على سبيل المثال في شركة الزهرة معدات حديثة جدا لفج الأرض لأعماق عشان تصريف المية ومنع تكلس التربة. استخدام أحدث تكنولوجيا الزراعة أفادت المهندس العبقري عصام يوسف مدير المشروع فيه؟ التكنولوجيا الحديثة طبعا هامة جدا، يعني السكيلز بتاع المشروع طبعا التكنولوجيا ساعدتنا فيه في عملية التشغيل. يعني احنا بنستخدم حضرتك شفت طبعا يعني سيستم اللي هو البيز ستيشن سيستم، عندنا سيستم الكروبيو سيستم، عندنا السيستم الكاميرا سيستم، كل المشروع كاميرا بالكامل 24 ساعة. طبعا البيز ستيشن عملية التشغيل للأجهزة كلها اوتوميشن، فبالتالي بتعظم الاستفادة من كل معدة ليك بتشتغل معاك في الحقل اللي موجود انت فيه. نيو سيستم طبعا ساعدنا في عملية الاوبريشن بقى للمحصول. والهدف عندنا برضو في المشروع ان احنا اننا بندخل محاصيل جديدة كل سنة او كل موسم. الحمد لله اشتغلنا على البطاطس، في البطاطس بالمناسبة عطت انتاجية كويسة جدا عندنا هنا، عطت 21.5 طن للفدان. من اخطر المهام اللي تكلفت بيها الادارة المصرية الجديدة السيطرة على اجهزة التحكم الالكتروني عن بعد وغرفة التتبع والرقابة الكاملة لاجهزة الري المحوري والمعدات قبل رحيل الفريق الاجنبي اللي كان مسؤول عن المشروع، وده اللي نفذه باقتدار المهندس الشاب أحمد عيد مدير تكنولوجيا المعلومات والزراعة الحديثة في شركة الزهرة. وخلي بال حضراتكم، ده ناقص يتحكم عن بعد في الطيور المهاجرة اللي استوطنت فعلا مشروع شركة الزهرة في توشكا. هنزور دلوقتي مركز التحكم عن بعد والزراعة الحديثة في المشروع، ركزوا معاه. عايز من حضرتك أتعرف على الأنظمة اللي استخدمناها، إزاي بنتحكم في أجهزة الري المحوري، إزاي بنتحكم في عمليات التسميد. عايز اسمع من حضرتك. من البداية احنا كفريق تكنولوجيا المعلومات لما بدأنا ننفذ شغلنا كتكنولوجي كان عندنا تحدي ان احنا مشروع زي شركة الزهرة الزراعية في توشكا 37,400 فدان، عايزين نطبق عليهم انظمة ري حديثة تساعدنا على تنفيذ المشروع بطريقة افضل، وفي نفس الوقت
توفر الجهد وعمالة بشكل واضح وتوفر في الريسورس بتاعتنا. فكان نظرنا الى شركتين رائدتين والدول الرائده في هذا المجال زي الولايات المتحده الامريكيه وروسيا بالظبط وروسيا فعلا بالظبط ان هم عندهم انظمه زراعه كبيره جدا وعندهم تكنولوجيا حديثه. فاخترنا من خلال الاثنين دول نظامين. اول نظام هو نظام فالي من شركه فالي بيز ستيشن سيستم. فالي بتاعت اجهزه الري المحوري. اجهزه الري المحوري بالظبط بالظبط. نقدر نتحكم من خلال المبنى دوت بكل اجهزه الري المحوري عن بعد. نقدر نديها امر التشغيل بناء على البلان والتوصيات اللي بتديها لنا الإدارة الزراعية. عندي هنا موجود أربع مشغلين. ليك أنت تتخيل حضرتك أربع مشغلين هم شيفتين وأحيانا في وقت الذروة بيبقوا ثلاث شيفتات على مدار 24 ساعة بيبقوا بيراقبوا وبيتحكموا في أجهزة الري المحوري عن بعد وبيدوها كل أمر التشغيل. وفي نفس الوقت الأجهزة بتبعت ألارمات وتنبيهات للمهندسين المختصين. فلو حصل إن في مهندس وصلته رسالة إن في بيفوت اتعطل لأي سبب إن كان بتروح رسالة سرو الايميل ورساله سرو اس ام اس يقول له خد بالك انت في عندك عطل هنا او رساله من خلال السيستم نفسه على الموبايل اب يقول له خد بالك انت في نوتيفيكيشن في ايرور عندك في مشكله ان البيفوت غرس في المكان الفلاني وهو وقف فصل سيفتي ووقف فانت تبدا تروح عليه وتاخد اكشن تعديل. حضرتك احنا عارف احنا في مكان صحراوي والميه طبعا مهمه جدا لمصر ومهمه جدا لينا فاحنا بنقدر نرشد من استهلاك الميه لان احنا بنقدر ندي الزرع كميه الميه اللي هو محتاجها. بس احنا عندنا سيستم تاني اللي هو سيستم حضرتك الروسي. كروب سيستم هو سيستم اوبريشن لاداره المزرعه بيدير المزرعه وفي كذا شق فني. الشق الاول فني ان هو احنا متعاقدين مع شركه ان هي تاخد ساتلايت ايمج كل 3 ايام للمواقع بتاعتنا. صور بالقمر الصناعي. صور بالقمر الصناعي بالظبط. لو انا عندي اماكن مثلا حضرتك عارف يمكن بيبقى في اماكن مرتفعه منخفضه اماكن بتتجحرط فيها المايه زي ما بيقولوا تجمع فيها المايه طبعا الساتلايت ايمج بتحدد الاماكن دي وتخلينا احنا نقدر نعمل معاها سيفل وورك عمليات خاصة محددة ننقذ العملية دي بالظبط. إضافة إن ممكن المهندس الزراعي هو بيمر بنفسه في الأرض فلا إصابة حشرية إصابة قشرية في مكان معين من الأرض فبيعمل إيه؟ فبيصور الإصابة ديت بموبايله يقدر يبعت نوتيفيكيشن من المكان اللي هو فيه يقول أنا صورت أنا عندي إصابة ويكتب نوع الإصابة ويبعتها على السيستم. تظهر تاريخ التصوير للإصابة ويبدأ سايكل تانية يدخل فيها فريق المكافحة يتدخل فريق المكافحة يبدأ يتدخل يقول أنا عندي إصابة في المكان الفلاني فأنا هبدأ أعمل مكافحة بالشكل الفلاني بشكل المختص للجزء ده. العبقري اللي قدام حضراتكم ده من أبناء النوبة وقدر خلال 3 سنين أنه يبقى من أبرز العاملين في قطاع التحكم الإلكتروني في العمليات الزراعية والزراعة الحديثة. اسمه محمد عدلي وكان شغال في السياحة وإنشاء محطات الطاقة الشمسية. هيشرح لنا دلوقتي إزاي بيتحكموا في مساحة 37,400 فدان عن بعد. إحنا دلوقتي موجودين قدام مشهد كامل لمساحة 37,400 فدان. بالنسبة لي ده لوغاريتم. عايز أفهم الدائرة دي يعني جهاز ري محوري. إيه الألوان بقى والمناطق الضخمة دي؟ فهمني. السيستم ده اسمه سيستم كروبيو. كروبيو. هو بيتم التقاط الصورة زي ما حضرتك شايفها كده عن طريق القمر الصناعي بتبين نسبة النمو للزراعات اللي عندنا. نسبة الإنبات. الإنبات. تمام. حضرتك ركزت في الدوائر الخضراء دي ده محصول الذرة السنة دي ده. كل ده ذرة. ذرة. ما شاء الله. ده بيبين لنا نسبة الإنبات بتاعه والنسبة اللي هي الأخضر دي اللي هو النمو بتاعه ابتدى يكبر. هو في غامق قوي. وغامق درجة. الغامق قوي ده إيه خصاد؟ الغامق قوي ده يا فندم ده نسبة الإنبات بتاعته عالية وفي اللي هي الدرجة الأخف منها دي مزروعة برسيم دي اللي هي الأصفر ده دي الأجهزة دي طلعت من مرحلة الحش فهي نسبة الإنبات بتاعتها لسه ضعيفة فعشان كده تبين عندنا باللون ده. ايه البني ده بقى؟ البني يا فندم دي أجهزة القمح اللي كانت مزروعة الموسم اللي فات ودلوقتي دي الدرجة بتاعتها عشان دي بتتم تجهيزها للموسم الجديد ان شاء الله. هنا بقى انت تقدر تعمل ايه؟ انا هنا يا فندم بقدر اتحكم على كل المشروع وعندي المرجع ليا لكل الأجهزة اقدر اعرف كل الداتا اللي عليها كل البيانات اللي تم تدخلها من سماد او رش او حش او كبس. انت مركز في كل الجهاز من دول اجهزه معينه تديك الاراد دي؟ مظبوط يا فندم. مثال جهاز 112 اللي موجود معانا. الجهاز ده يا فندم مثلا نقدر نجيب منه كل البيانات بكل التواريخ ده متركب بتاعته. في الارض يديك متركب في كل حاجه وبيتم ادخال البيانات عليه بقدر اعرف كل البيانات اللي موجوده على الجهاز. هي فين ممر الترعه؟ ممر الترعه اللي هو بيبقى ماشي معانا كل اللي هو ده. يا فندم صح كده. دي الترعه معانا لغايه يعني توصل الترعه شقه المشروع في مين اجهزه ري محوري وفي شمال مظبوط يا فندم عن طريق 9 محطات
كل محطه على الترعه بتقدر توصل الاجهزه القريبه. قناه الشيخ زايد 3 عندنا برضو السيستم بيوفر لنا اللي احنا نقدر نتابع المعدات بتاعتنا لايف في الوضع المباشر دلوقتي. يعني دي مثال لمعده شغاله في الارض دلوقتي في جهاز 118. انا برضو اعرف السيستم بيوفر لنا اللي احنا نشرب كوبايه شاي هنجيبه لو وقف قد ايه بنعرف نعرف هو وقف قد ايه والسرعه اللي هو ماشي فيها. دي طبعا بتبقى توصيات من مهندسين الزراعه عشان ما يبقاش في هدر في الزرع او في اي مشكله. هو دلوقتي ماشي بسرعه 8 في الارض ودي برضو بنعرف من اسم المعده والمعده نوعها ايه. كل حاجه بتبقى معروفه عن المعده. شركه الزهره مصر بتحارب بجد على اوائل الخريجين في كليات الزراعه. تعالوا نقابل المهندس عز الدين محمد، هو تخرج في زراعه اسوان تخصص هندسه زراعيه دفعه 2020، وانضم بعد اداء الخدمه العسكريه لشركه الزهره في اداره الزراعه الحديثه والتحكم عن بعد. انت نموذج حلو، انت من اوائل كليه الزراعه جامعه اسوان وتم تعيينك هنا في شركه الزهره. شغال هنا في قسم ايه؟ دورك ايه؟ دخلت هنا ازاي؟ شركه الزهره الزراعيه عملت اتفاق مع كليه الزراعه جامعه اسوان عشان تفوز بالاوائل وتكون اضافه كويسه للشركه. تم ترشيح انا وبعض الزملاء، تواصلت مع مهندس احمد. قاعد اهو. ايه رايك في عز الدين؟ لا عز الدين ممتاز، احنا فوزنا بيه حقيقي. تواصلت مع المهندس احمد عيد. شايف الكلام حلو، شايف التشجيع، كمل. تواصلت مع المهندس احمد عيد مدير الاي تي بالزهره مصر. تم اختاري بموعد الانترفيو وجينا هنا بالفعل وعملنا انترفيو انا وثمانيه من زملائي، وكنت انا من ضمن الناس الفائزين في الانترفيو. والحمد لله ده مجال اضافه حلوه لاي حد في اي خريج. دورك النهارده؟ انا هنا دوري اللي هو بتحكم عن اجهزه، في التحكم في الاجهزه من خلال الموبايل او اللابتوب. انا وقت الحصاد ولا لسه؟ بالظبط. بترشدهم الاماكن بيفوتات اللي فاضيه، الاماكن اللي ممكن تحط فيها بيفوت. مظبوط. لو في اي عطله ببلغ بيه، والعمال والفني او الفني بينزل يشوف الاجهزه بدل ما يفضل يلف في المزرعه بالكامل. انا بخليه بس هو يشيك على الاجهزه اللي هي محتاجه تشيك، وانا لو في عطله ببلغه بالعطله فقط، بيروح الجهاز متوجه على الجهاز على طول. المسؤول عن تدريب المهندسين الجدد على برامج التحكم عن بعد والزراعه الحديثه هو المهندس محمود صلاح محمد. هو اشتغل على مدى 5 سنوات في قطاع البرمجه. ركزوا معاه. طب مطلوب منك كل طالب يجي هنا من طلبة الهندسة وتحديدا الهندسة الزراعية ندربه عن كيف يمكن أن تدار هذه المشروعات الزراعية عن بعد. بندربهم على إيه؟ مدة التدريب بنطلع شاب عامل إزاي؟ أولا عشان المشروع عندنا هنا كبير، فإحنا مدة التدريب بتبقى 3 شهور. بنبدأ ندربه على أول حاجة إزاي يتعامل مع الأجهزة، إزاي يقدر يتحكم فيها عن بعد، إزاي يبدأ يشتغل عليها، ويبدأ إزاي سيستم الري بيتم، يعني إيه كمية المية، يعني إيه ضغوطات الأجهزة. بعد كده نبدأ نخلي يبقى فيه اتصال بينه وبين الأقسام التانية عشان خاطر يعرف يتواصل معاهم، سواء إن هو يبلغ في أعطال، يبلغ في مشكلات في الري، وإزاي ياخد المعلومات من الأقسام التانية ويبدأ يطلع تقارير من قسم البيزستيشن عندنا نوت الزراعه الدقيقه عشان خاطر يقدروا يستفيدوا منه في ان هم يطلعوا مثلا يحددوا انتاجيات واستهلاك الميه واستهلاك الكهرباء واستهلاك كل جهاز. كسبنا ولا خسرنا باختصار؟ لا طبعا كسبنا. وفرنا عماله، وفرنا كميه ميه، وفرنا استهلاك كهرباء، وفرنا حاجات كتيره. حاجات دي مكلفه؟ لا هي مش مكلفه طبعا. يعني الفدان تكلفته كام؟ من حضرتك بتتراوح التكلفة من 2000 ل 5000 جنيه مثلا الفدان. تعالوا بقى أوريكم واحد من أهم أسرار نجاح شركة الزهرة الإماراتية في توشكا، معمل متكامل لتحليل التربة والمياه والأعلاف والأسمدة، ومجهز بأحدث أجهزة في العالم، والمسؤول عنه المهندس الزراعي الشاب أحمد محمد دهب، وهو بجد حتة دهب من النوبة في أسوان، وبقاله 3 سنين بيشتغل في الزهرة الإماراتية في مصر. طبعا المعمل ده كان مفاجأة لينا في توشكا. انتوا من هنا حققتوا 25 أرداب بقمح، للدرجات الأرض هنا قوية في زراعة القمح؟ هي الأرض الحمد لله لو استغلت الاستغلال الأمثل وطبقت عليها جميع المعاملات، سواء الزراعية، سواء عمليات الخدمة، سواء الأسمدة والري، كل العمليات لما تتداخل وتتجه في اتجاه معين، لا ممكن توصل أرقام كويسة جدا في إنتاج القمح. شارع العوينات تربتها فاتحة بتجود فيها مثلا زراعه الفول السوداني، لانها تربه هشه جدا. مزبوط. فالفول السوداني بيعرف الفول السوداني فيه. والبطاطس كمان. هنا التربه انا شايفها اشبه بتربه السودان، التربه الحمراء. مزبوط. التربه القويه، التربه في توشكا التربه متماسكه، فيها نسبه كبيره من الهيماتايد او اللي هي اللي بتسبب اللون الاحمرار اللي موجود في نسبه حديد. بالظبط،
هو اللي ادى المزرعة الموجود في الشكل الحالي. طب بتواجه نسبة الحديد ازاي؟ نسبة الحديد ما بتوصلش الحمد لله يعني لدرجة مرحلة السمية. الخطر مرحلة السمية او المرحلة اللي ممكن تعمل معك مشاكل، بل بالعكس عشان القلوية بتاعت التربة كمان لا، ده ممكن تحد من الحديد المتوفر في التربة، لان النبات بيمتص الحديد في صور معينة مش هي الصورة الموجودة بالطبيعي في التشكة هو اللي بيمتصها النبات. دلوقتي احنا في أخطر منطقة في مشروع الزهرة، فرع 3 من ترعة الشيخ زايد عليه رحمة الله، واللي بتتفرع منه ترعة شركة الزهرة بطول 9 كيلو متر، واللي تكلفت عام 2015 حوالي 67 مليون جنيه. هيشرح لينا قصة إنشاء الترع المهندس أحمد حجازي، مسؤول الري وأجهزة الري المحوري في شركة الزهرة بتوشكا. دلوقتي إحنا موجودين حضرتك في منطقة فاصلة ما بين ترعة شيخ زايد وبداية ترعة شركة الزهرة الإماراتية. الترعة بتاعت شركة الزهرة بطول 9 كيلو، ترعة شيخ زايد بتنتهي هنا، قبلها في 3 محطات رفع، كل محطة بترفع 22 كيلو. صحيح. فهمنا بقى ليه بنرفع المية كل شويه 22 متر؟ بنرفع 22 متر كل مرحله بسبب ان احنا هنا اعلى من نقطه مبارك ب 66 متر ارتفاع. محطه مبارك اللي هي المحطه الرئيسيه اللي هي كانت عنوان توشكا زمان لما بدأوها. وبعد كده عملنا ايه بقى؟ بعد كده حضرتك احنا هنا من سنه نهايه 2013 بدايه 2014 بدانا حفر في الترعه هنا بطول 9 كيلو متر. شقه المشروع يعتبر لنصفين، 9 محطات مباشرين تاخد من الترعة عن طريق احواض شغالة دايركت بتسحب على طول منها، كل محطة بتغذي من 22 ل 25 جهاز، جهاز ري محوري مختلف الاطوال. طيب احنا دلوقتي انتوا زارعين هنا 37400 فدان، الترعة دي اللي هي ترعة الزهرة ممكن تروي كم فدان؟ زي ما ورا حضرتك كده محطة الرفع دي ممكن شغلها مستمر تديك المية اللي انت عايزها ل 100000 فدان. هنا الصرف في اراضي توشكا بالغ الصعوبة، بمعنى ان انت حضرتك بتروي طبقات التربة صعبة جدا، تتكلس، بتمنع تصرف المية، وبالتالي بيحصل تطبيل للتربة، يعني أي نبات يتزرع يحصل له مشاكل كبيرة جدا. تغلبتوا عليها إزاي في الزهرة؟ إحنا هنا في الزهرة تغلبنا عليها إن إحنا عندنا المحرات العميق بينزل قد إيه يعني؟ عمقه بيزيد عن متر وربع. ياه. متر وربع بيجيب الطبقات تحت جدا. يعني أنت مع كل زرعة بتنزل تفج الأرض وتفتحها؟ هو مش شرط كل زرعة، هو أهم حاجة وأهم عامل إن إحنا نديله المجرى بتاعته في أول مرة. الطبقة نفسها التربة تتفكك من بعضها. تمام. بقى حضرتك معاك متر كامل تقدر المية تتصرف فيه وتتخلل في الطبقات بتاعة التربة. بالمناسبة في توشكا في محطة طاقة شمسية عظيمة جدا أنشأتها شركة الزهرة، طاقتها 20 ميجا وات وتكلفتها تجاوزت 500 مليون جنيه في عام 2015، وطبعا انتاجها دخل على الشبكة القومية للكهرباء في أسوان، وبتمد المشروع تقريبا بمعظم احتياجاته من الكهرباء، حاجة عظيمة زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا نقابل المهندس عمرو محمد محمود مدير الكهرباء بشركة الزهرة في مصر. هو من النوبة في أسوان وتخرج في كلية الهندسة بأسيوط سنة 2009. النهاردة عندنا واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في مصر، 20 ميجا وات، محطة مهولة بجد كده. أنا متهيألي أسوان تحولت لواحدة من مدارس الطاقة الشمسية في العالم مش في مصر بس، خلي بالك. هو أكيد طبعا، خصوصا بعد مشروع بمبان هي حاليا هي أكبر محطة على مستوى العالم بطاقة إنتاجية حوالي 1500 ميجا وات. سوري، احنا زي ما قلت لك هنا يعني في اسوان متميزه بالسطوع الشمسي وعدد ساعات السطوع الشمسي في اليوم، فده اللي بيميز اسوان والحزام بتاع اسوان اللي هو على مدار خط الاستواء على مستوى العالم كله، بيميز المنطقه دي بالتحديد بالقدره الانتاجيه العاليه على ايه، على محطات طاقه شمسيه، على انتاج بتاع الطاقه الشمسيه. مظبوط. طب باشمهندس دلوقتي عايز اعرف منك مدى قدره شركه الزهره على الاعتماد على الطاقه الشمسيه في شغلها، سواء هنا او في شارع العينات أو في الصالحية. بالنسبة للاعتماد كاعتماد في التشغيل، ما فيش حد يقدر يعتمد على الطاقة الشمسية بس في التشغيل. احنا النظام بتاعنا هنا في المحطة نظام نت ميترينج، يعني صافي استهلاك. يعني حضرتك بتولد من هنا الكهرباء تدخل على الشبكة القومية، تاخد انت احتياجاتك طول النهار من المحطة بتاعت الشبكة القومية. بالزبط. وانت بتعوضه بديه. بالزبط. لو في فرق بتدفعه. بالظبط. طب لو ليك؟ لو ليك بيبقى بيترحل لسنة بعدها. طيب احنا من هنا بنغطي كام في المية من احتياجات مشروعنا في توشكا اللي هو جنب المحطة؟ احنا في اول الارض نتكلم من حوالي من 70-80% من احتياجات المشروع، من احتياجات المشروع، والباقي بناخده من الشبكة القومية. بالظبط. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس سامح سيد،
مدير محطة الطاقة الشمسية اللي أنشأتها شركة الزهرة في توشكا. هو بالمناسبة اكتسب خبرات مهولة في المشروع وبقى عنده القدرة على صيانة المحطة بالكامل. ركزوا معاه. أنا عايز أسمع الحكاية، ليه اضطرينا نعمل طاقة شمسية؟ الموقع ده اتبنى ازاي؟ هذا الكم من الخلايا اتزرع في قد ايه؟ ده مجهود ما بعده مجهود. احنا بدأنا من الكهرباء من 2015، بدأنا بالخطوط الهوائية اللي هي من محطة الكهرباء لغاية المشروع عندنا بثلاث خطوط هوائية. بدأنا المشروع وعملنا التوسعات جوه، وبدأنا المحطات الأولى والتانية، بدأنا لقينا المشروع بيه معانا بيكبر والاستهلاك معانا بيكبر والفاتورة بتزيد. والفاتورة طبعا بتزيد. تمام. طبعا احنا عندنا الارض وعندنا المناخ وعندنا كل ما هو متوفر اللي احنا نقدر نعمل والامكانيات الحمد لله، فنقدر ان احنا نعمل مشروع. ليه لا، فعملناه الحمد لله. عملنا مشروع الاولاني اللي هو المرحله الاولى بقيمه 10 ميجا وات، كان تقريبا في سنه. جينا بعد كده سنة خلصنا 10 ميجا وات وانتجوا. جينا بعد كده المرحله الثانيه اللي احنا فيها دي، فكرنا في المرحله الثانيه والحمد لله خد القرار على طول. يعني عندنا الشركه في الحاجات اللي هي يعني فيها مصلحه الشركه ومصلحه الدوله، لا بصراحه ما تاخرش. دلوقتي احنا وصلنا ل 20 ميجا وات بالكفير تقريبا 70% ل 80% من الاستهلاك بتاعنا بتاع المزرعه. محطات بالحجم ده أضافت لحركة شخصيا كمهندس كهرباء متخصص تخرج في كلية الهندسة؟ لا، هي فعلا أضافت كتير. يعني احنا الحمد لله هنا جت معنا ABB وكان شركات كبيرة جت اشتغلت معنا هنا، دربنا معاهم، تعلمنا منهم، بقينا دلوقتي احنا اللي بنعمل التشغيل والصيانة بتاعت المزرعة هنا بالكامل. يقدر يعتمد عليك كشركة عالمية؟ الحمد لله احنا اللي بنقوم بيها هنا، في احنا كمهندسين بنقوم بيها هنا، في مهندسين الزهرة بيقوموا هنا بالصيانة والتشغيل لمحطة الطاقة الشمسية بتاعتنا. فالحمد لله لا، هي اضافت كتير، يعني هي اضافت لينا كخبرات واضافت للمشروع كانتاج. يعني اخيرا واحنا في توشكا كنا لازم نزور مفيد توشكا، جبار فعلا، حاجه كده تدعو للفخر. بحيرات عظيمه تنتهي في واحد باريس في الوادي الجديد بمساحه 1000 كيلومتر. تخيلوا حضارات عظيمه زي اللي قدامكم لمنع النحر والانتقال من مستوى للتاني من سطح المياه بصوره امنه. وتخيلوا بقى المفايض كلها اتملت بالكامل من مياه الفيضانات الزائدة عن بحيرة ناصر. الوادي الجديد بقى فيها بحيرة عظيمة عند مدينة باريس، يعني شيء مهول بجد. وبالمناسبة كانت ممكن تبقى قنبلة موقوتة على كل دول حوض النيل أو تهدر في مياه البحر المتوسط لتصرفها. بلدكم مصر عملت المستحيل واشتغلت وهزبت المفايض والوديان والمنخفضات وسيطرت على المياه بالكامل. المشاهد اللي قدام حضراتكم تاريخية، مياه نهر النيل تتفرع وبتضرب الأرض لغاية الوادي الجديد، شيء مذهل فعلا. اللي يروح أسوان لازم يزور المكان ده، مفايض توشكا. تعالى واطمن على بلدك مهما حصل، مصر ربنا بيحرسها وأولادها مخلصين. شاهدونا في حلقة السبت، فريق الجدعان يزور مشروع شرق العوينات ويتفقد أراضي شركة الزهرة الإماراتية ويلتقي السيد راشد محمد الشريقي المستشار الأول للقطاع الزراعي في الشركة الإماراتية على مستوى العالم، والتي تمتد أعمالها الزراعية خارج حدود الإمارات في نحو 25 دولة بست قارات. فريق الجدعان يلتقي في مشروع شركة الزهرة بمنطقة شرق العوينات في الوادي الجديد بفريق عمل المشروع من المهندسين والفنيين المصريين، والذين تسلموا العمل من الخبراء الأجانب ونجحوا في مواجهة تحديات المشروع وتحويله لواحد من أفضل نماذج الزراعة الحديثة لمحاصيل القمح والذرة والفول السوداني والبطاطس وغيرها.